السلام عليكم، مساء الخير، يسعد مساكم جميع. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. إن شاء الله رجعنا لكم من جديد بأمسية تقويمية جديدة، وإن شاء الله تكون فيها الفائدة والمتعة. وطبعا هلأ بانتظار الأصدقاء لحتى نتابع سوا. قبل كل شيء بحب أقول كالعادة إنه ربي يسعد مساكي دكتورة، يسعد مساكم يا رب. إن شاء الله بحب أقول إنه الفيديوهات إن شاء الله حتكون موجودة كالعادة على صفحتي الشخصية إن شاء الله. مساء الخير دكتورة راما، خليلي ياكي. طبعا الفيديوهات حتكون موجودة على الصفحة الشخصية إن شاء الله، وعلى مجموعات الواتساب حنزل الرابط كالعادة إن شاء الله، وعلى قناة التليجرام ومجموعة التليجرام بإذن الله تعالى. وأي مشاركة إن شاء الله لنشر الفائدة وعموم الفائدة إن شاء الله عملنا غرض فيه هو بإذن الله تعالى إنه نعمل شيء يكون مفيد قيم. مو غرضنا أي غرض شخصي، ما غرضي غرض نفعي أو فائدة لغرض شخصي لنفسي، لا، أنا بدي إني تكون في فائدة علمية حقيقية إن شاء الله، وبإذن الله تعالى تكون فيها يعني تطوير لجميع الزملاء والنفع العائد على المرضى بشكل عام بإذن الله تعالى بمنطقتنا، ومنطقتنا تكون مواكبة للعلم عالميا، ونتجاوز حتى نكون سباقين كمان بإذن الله تعالى إن شاء الله. فيعني الإنسان اللي عم يدور على خلينا نقول استقطاب، أو اللي عم يدور على متعة معينة، أو على خلينا نقول رغبات ذاتية شخصية معينة، فهذا الشخص ممكن يلاقي طرق وسبل كتير يعني أسهل، وخلينا نقول وفيها يعني توسع أكبر. التوجه هو لفئة متخصصة، فئة أطباء الحمد لله بفضل الله عز وجل، متابعين مستمرين بسير مع خط على خط زمني مع بعض الحمد لله رب العالمين. تجاوز فترة زمنية جيدة ما شاء الله، أكثر من سنة وأكثر من هيك باللايفات، مع عم نساوي لايفات مع بعض، وعم نسوي استشارات أسبوعية مع بعض، وأمسيات أيام تطبيق مع بعض. وأي شيء يعني ممكن يكون في وسيلة لحتى إنه نحن نقدر نجتمع لتحقيق فائدة أقوى وأعلى بإذن الله تعالى إن شاء الله بنعمل عليها. اللايف الماضي عملنا وركشوب، ما في عندنا مشكلة، بنقدر نعمل وركشوب تاني، وركشوبات كتير. نجتمع ممكن مثل ما عملنا كورسات سوا الحمد لله رب العالمين، نجتمع كمان على مساحة جغرافية واحدة بمكان واحد، نخصص أيام علمية مع بعض، نخصص أيام لتطوير كورسات بالتقويم متقدمة بإذن الله تعالى، تتناول كل شيء من البيزك للأدفانسد، ونشتغل سوا بإيد وحدة مع بعض. فكل هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى نمشي سوا. المهم بإذن الله تعالى إنه النتيجة بنلاقيها، وإنه بإذن الله تعالى يعني هلأ بعد سنة وأكثر مع بعض الواحد يكون عم يحس إنه في فائدة وفي نتيجة وفي مردود علمي جيد إن شاء الله، وفي تحسن بالأداء، وفي نتائج ملموسة على المرضى اللي عم يشتغل عليهم بإذن الله تعالى. طبعا نحن من أكثر الشغلات اللي أنا بحكي فيها، أنا ليش هلأ بلشت بهي البداية؟ طبعا نحن بالنسبة لنا
الشغلات اللي بنركز عليها كتير هي خلينا نقول بيوميكانيك، خطة علاج. يمكن هي بالنسبة لإلنا بتكون أكثر الشغلات اللي بتهمنا كبداية بالتقويم، لكن حقيقة هل هي الشغلات الوحيدة اللي بتهمنا بتقويم الأسنان؟ لذلك أنا هون يعني عم بعمل العنوان هلا اللي عم بحكي عنه، اللي هو معايير أساسية في معالجاتنا بتقويم الأسنان. من قبل أنا لما كنت عم فكر بالتقويم، لحتى أنقلكم بس شوي، لا خلينا نقول ادخلكم للبرمجة الداخلية اللي عم بتدور براسي. أول ما باشرت بتقويم الأسنان، خلينا نقول بلشنا 2004، بلشت اختصاصي بتقويم الأسنان وعملت دبلومات وعملت ماجستير وعملت CAS دراسات عليا والأمور هي كلياتها. ضلينا 2009 ونحن عم نتابع باستاجات وبعمل بعياده برايفت، عيادات خاصه والامور هي. طيب من 2009 للان عم بشتغل وزاول العمل في العياده، الحمد لله رب العالمين، توفيق رب العالمين، فضل الله عز وجل. المسيره بتطور الحمد لله. خلينا نقول مجال تقويم الأسنان من أكثر المجالات اللي بتلاقي فيها النتيجة متأخرة شوي، يعني أي معالجة تقويمية من حالة بسيطة لمتوسطة ما بتقدر تلاقي فيها النتيجة قبل سنة ونص سنتين، وإذا بدك تتابع الفولو أب فثمان سنين وعشر سنين فلحتى تشوف أنت ثبات الحالة وأنه ما صار فيها نكس. فنحن خلينا نقول أول مرحلة من حياتي أنا بتقويم الأسنان، حياتي التقويمية خلينا نقول ميلادي التقويمي 2004، ميلادي العملي 2009. طيب ميلادي اللي خلينا نقول نشوف بلشت تشوف النتيجة، خلينا نقول أول سنتين حتبلش تشوف الضوء أو بداية حالاتك، بعدين خلال 4 سنين حتكون تخمرت في من مجموع الحالات اللي عم تشوفها عم تتخمر في الأفكار. فخلال أول 5 سنين ممكن نعتبر بحياة تقويم الأسنان هي مرحلة أولى، مرحلة الطفولة الأولى. خلال ال5 سنين الثانية اللي بتصير هلا بقى صرت 10 سنين صار لك عم تشتغل بالعيادة، فعم بتشوف الحالات اللي عم بتتابعها فولو أب من أول ما باشرت تقريبا صار لك شي 8 سنين لأول حالة بلشت فيها وأكثر، 8 سنين ونص مثلا أول حالة باشرت فيها. فهون عم بتبلش تشوف ثبات الحالة مع العمر والتطور، وعم كل ما الأفكار اللي أخذتها نظريا عم تتعمق، خلينا نقول مو تترسخ كأنك أنت كقناعة علمية، وإنما كفهمك ليش هذا العالم الفلاني قال هي النقطة، ليش قال إنه هي المسألة مفيدة، ليش قال هي المسألة مو مفيدة، ليش قال إذا العجز أقل من هيك لا تخلع، ليش قال إذا العجز أكثر من هيك اخلع، ليش ما قال هون ستريبينج، ليش قال هون راحة ثالثة، ليش قال هون اهتم بالبعد العمودي ما تهتم بالبعد العمودي. ولذلك طبعا هي اسمها الخبرة الاكسبيرينس. طيب فبناء على هذا الموضوع أنا بقدر إني أقول شغلة، نحن كبداية بناكل هم شغلة شو الخطة العلاج، وأهم شيء أنه نقدر نعرف أنه بع خلع ولا بدون خلع، وهي أهم نقطة اللي بتعالج السجيتال لكن ما بتهتم بالفيرتيكال والترانسفيرسال دايمنشن، وهي النقطة اللي بتغيب عنا. فلذلك نحن لازم نهتم بنواحي تانية ونكملها، هون هي النقطة اللي حننتقل عليها وندقق ونركز. فلما بلشت بأول 5 سنين لقيت انه المرتكزات الأساسية اللي ارتكز عليها تقويم الأسنان بالنسبة لإلي خلينا نقول من المبتدئ للمتوسط هي عبارة عن 40 قاعدة في تقويم الأسنان، كل قاعدة بتستند على رجلتين، خلينا نقول على فرعين، يعني كل شيء كل قاعدة عندي 40 قاعدة، كل قاعدة هي بتتألف من بندين مهمين، يعني أنا يا أما بخلع يا بدون خلع، يا بستريبينج يا بخلع، يا علاج خلينا نقول وظيفي يا علاج بجهاز متحرك يا علاج بالتقويم الثابت، التقويم الثابت يا أسلاك يا براكت، يعني المسألة بهالشكل. يعني خلينا نقول بلشنا وفكرنا ان عدم الانسجام السني عدم الانسجام السني القاعدي الديسكريبنسي دنتو دنتال ديسكريبنسي دنتو ماكسيلري، فطلعوا 40 شفع من القواعد، وبناء عليها حطينا كتاب التقديم في علم التقويم مع منظومة قواعد التقويم الـ40. هلا بعد منا
صار يطلع معي مجموعة أهرامات تقويمية، عرضت لكم إياها، سميناها الأورثودونتيك بايراميدز. فصار يطلع معي كل مسألة فيها 3 تفرعات، وكل ثلاث تفرعات زوجين من 3 تفرعات عم يرتبطوا مع بعض. فبنيت 3 أهرامات تقويمية كنا حكينا فيهم من أول. الأول شيء إنه نحن لازم نهتم ب3 شغلات، مو شغلة واحدة، مو بس بالسجيتال، لازم نهتم بالترانسفيرسال بالدرجة الأولى، فيرتيكال بالدرجة الثانية، ساجيتال بالدرجة الثالثة. ليش بهالاتجاه؟ لأنه الترانسفيرسال بيأثر على الفيرتيكال، فيرتيكال بيأثر على الساجيتال. فدائما حطوها، هي أول قاعدة. ثاني قاعدة، نحن بالنسبة لنا مشاكلنا في تقويم الأسنان هي ما لا مشاكل دنتال، مشاكل هي 3 مشاكل، هي مشاكل دنتال أو سكيلتال أو فانكشنال. فركزوا على هالثلاثة. إذا نحن، أنا ليش عم وجهكم؟ لأنه كل تفكيرنا نحن بخلق بدون خلق، في بروز ما في بروز، اذا في عجز ما في عجز، نخلع او لا او ما نخلع. فهذا كله 2 2 2 2. يعني نحن اهتمينا هلا بس بالساجيتال، لكن انا عم اقول لكم ترانسفيرسال فيرتيكال بعدين ساجيتال. اوكي، هي اول نقطه. ثاني نقطه مهمه بالموضوع، علاجنا مو بس علاج دنتال. دائما كل ما بيجي بيحكي معي كاني انا بدي صف اسنان، لا، علاجنا هو دنتال سكيلتال فانكشنال، لحتى ما تنكس الحالة، هي أهم نقطة الفانكشنال. طيب، حكينا إنه عندنا 3 مراحل بتقويم الأسنان، الإطباق المؤقت، الإطباق المختلط، والإطباق الدائم. لذلك أنا لما بهتم بمعالجات تقويم الأسنان ما بهتم بس بعمر الأدلت، لا، أنا لازم أهتم بالإطباق المختلط. إذا أنا لما ببلش بقول، بيجي لعندي واحد بيسألني إمتى ببلش مراجعاتي بتقويم الأسنان، ببلش من بزوغ أول رحى أولى دائمة، يعني 6 7 سنين ببلش أنا بقى بالمجال الوقائي. لذلك أنا هلأ هون بدي أقول كمان نقطة معينة، أنه أنا بالنسبة لي معالجتي للأسنان هي معالجة إما أن تكون بريفنتيف وقائية، أو انترسبتيف اعتراضية بالتقويم المختلط، أو أورتودونتيك. إذا عندي 3، إذا وقائي معترض وتقويمي. والعلاج التقويمي كمان ممكن يكون 3، أورتوبيديك أو أورتودونتيك أو أورتوجناتيك. فصار في عندي 3 قواعد تانيين، إذا أورتودونتيك وأورتوبيديك قبله وأورتوجناتيك بعده. طيب، المسألة الثانية بالنسبة لأنواع الأجهزة اللي أنا بشتغل عليها، دائما الطبيب غير مختص بتقويم الأسنان كل تفكيره بيتوجه باتجاه الأجهزة المتحركة، بخاف من الجهاز الثابت. بينما طبيب تقويم الأسنان المتخصص بتقويم الأسنان من كثر ما بيتخمر التقويم الثابت بيحاول يحل كل مشاكله بالجهاز الثابت. أنا بقلكم في عنا 3 أنواع للأجهزة، دائما لا ننساها، جهاز متحرك وجهاز ثابت ومثبت. هدول الأجهزة الفعالة، وهذا الجهاز الحيادي المثبت. طبعا المثبت بقى حيدخل في عنا أنواع من المثبتات، أهمها اللي هو المثبت الثابت والمثبت المتحرك بأنواعه، سواء كان صفائح أو جهاز هولي، والتيث بوزيشنر. تيث بوزيشنر اللي هو بيثبت لي البعد العمودي مع تثبيت اصطفاف الأسنان. فهون إذا معناتها هدول 3 قواعد، 3 قواعد ركزوا معي عليها. فهلأ أنا حفوت على شغلات شوي أهم، شوي أهم وشوي أعمق بقى. خلينا ناخد بقى المستوى الأدفانست. هدول الأهرامات التقويمية اللي أعطيتكم ياهن، هلأ حأعطيكم أهرامات تقويمية جديدة حتعطيكم نظرة وعالم آخر وبعد آخر، حنوصل فيه لمفاتيح الإطباق الستة الأساسية. وركزوا إنها ستة، إنها ستة، يعني 3 بـ3. أوكي، يعني نفس اللي قلت لكم يا أنا، هرم إذا بنينا العمود 3 والقاعدة 3، فحنحكي عنهم وحنشوف شو هن يا ترى. قبل كل شيء، نحن مثل ما حكينا العلاج عنا هو إما بريفنتيف أو انترسبتيف أو أورتودونتيك. والأورتودونتيك إما أورتوبيديك أو أورتودونتيك أو أورتوجناتيك. أوكي، بالنسبة لنا العلاج كنا عم نحكي إنه هو سكيلتال دنتال فانكشنال. خلينا نقول ونفصل بتفصيل أفضل، العلاج عنا إما سكيلتال دنتال أو فانكشنال، بيهتم بالسيستم نورومسكيلر، يعني تأهيل، إعادة تأهيل الجهاز العصبي العضلي، أو
بيهتم بالتي ام جي. فعنا ثلاث نقط، اذا نحن مو نقطه واحده، في عنا نحن اول شيء السكيليتال دنتال، اما كان سكيليتال او دنتو الفيولر، بالاضافه للعضلات، العضله الماضغه، العضله المبوقه، العضله الشفويه، هدول العضلات المحيطه. انا لسه ما حكيت عن اللسان، اللسان نقطه هلا لحالها حنحكيها، لانه اللسان له خصوصيه عن بقيه العضلات المحيطه. طبعا اذا نحن صنفنا العضلات المحيطه بالمركب الفكي، فعندنا عضلات من الخارج ومن الداخل. من الداخل اللسان والنسج الرخوه اللي خلف اللسان. طيب، لكن بجميع الاحوال السيستم نيوروموسكولر، جميع العضلات بمقدمه الماسيتر بالاضافه للاعصاب، فالجهاز العضلي العصبي بالاضافه للتي ام جي، هدول ثلاث مكونات اساسيه انا بدي اهتم فيها. المركب الفكي انا عندي الماكسيلاريز بالاضافه للوجه بالاضافه للبادي، هيد اند بادي. إذا نحن هلا بدنا ننتبه على نقطة مهمة، أن الإطباق، وهي نقطة مهمة، الأوكلوجن، الأسنان بتطابقها مع بعض هي إحدى مؤشرات توازن الجسم مثل العين ومثل الأذن، فبالتالي هي بالنسبة لي بتأثر أولا على الماكسيلاري، أولا على الماكسيلاري، ثانيا على الفيس، ثالثا على الهيد، واخيرا على البادي، الهيد والبادي. طيب اذا هون نحن حنقسمهم ثلاث اقسام، الهيد والبادي قسم، والماكسيلاري قسم، والفيس قسم. اوكي، الفيس شو يعني الفيس؟ الفيس يعني علاقة الفك مع النسج المجاورة، مع المركبات المجاورة من الوجه، واللي بمقدمته خلينا نقول الساينوس. اول مشاكل بتنشأ من الساينوس، عدم نمو الساينوس بشكل جيد بيأثر على تضيق في المجاري الأنفية، وبالتالي بيأثر على تضيق الماكسيلاري وعدم تطوره ونموه. وأكثر مشاكل الفك العلوي هي مشاكل فانكشنال، أكثر مشاكل الفك السفلي هي مشاكل وراثية نتيجة نمو طبيعة نمو الفك السفلي اللي هو نمو غضروفي، بينما النمو العلوي الفك العلوي هو نمو درزي بيعتمد على الدروز سوتشر بلاتال والخلفي والمعترض الطولي العرضي والطولي. فبالإضافة كمان طبعا للعلاقة مع العظم الغربالي والعظم الصفيحة الغربالية من هون، والعظم الأنفي، نمو الصفيحة العمودية الأنفية، الغضروف الأنفي نموه كمان، كل هذا بيأثر على نمو الفك العلوي. فهو نمو بيتعلق بمسائل وظيفية، عدم تطور الساينوس وعدم تطور اللسان بأنه يأخذ وضعية علوية داخل التجويف الفموي بيأثر على شكل قبة الحنك. تضيق قبة الحنك بيضغط على اللسان بوضعية سفلية، فبيؤدي لأنه يصير في عندي فراغات بالأسنان الأمامية السفلية، بيؤدي لأنه يصير في عندي ضمور بشكل الفك العلوي، بيصير نارو بشكل مثلث شكل المقص. فإذا معناها نحن أول مشكلة بلشت عنا هي من الساينوس، ثاني مشكلة من التونغ اللسان، وثالث مشكلة بتجي بقى من اللوزات، ضخامة النسج الرخوة في اللوزات البلعومية الخلف اللسان، كلياتها بتؤدي لدفع لساني، فبيؤدي إلى ضغط اللسان على الأسنان وإعطاء مسافات وفراغات بين الأسنان. فإذا هون بلشنا بالنسج المجاورة الفيس وتأثيره على المنطقة، وبالتالي طبعا نحن بنعرف انسداد المجاري الأنفية بتؤدي للتنفس الفموي، انسداد المجاري الأنفية بتؤدي لتضيق الفك العلوي، والكلام كله اللي حكينا عنه الوضع المنخفض بالنسبة للسان. فانسداد المجاري التنفسية بيأثر على الجيوب الأنفية، بيأثر بالذات على الجيب الفكي، له تأثيراته. اللسان والعين والدماغ كلياتها هي النسج الرخوة، نموها بيؤدي لنمو التجويف اللي هي داخله ونمو العظام المحيطة فيه. فتطور الدماغ يؤدي إلى تطور الجمجمة، تطور العين يؤدي إلى تطور الحجاج، وتطور اللسان بيؤدي إلى تطور قبة الحنك. بناء عليه التجويفات الثلاثة بتشكل الرأس، فلذلك كلياتها هي مجموعة متكاملة. لذلك نحن بنقسم، أنا لذلك قسمت لكم الهيومن بادي إلى ثلاث أقسام. أول قسم بالنسبة لتقويم الأسنان تنقسم ثلاث أقسام، أول قسم هو التخصصي الأساسي الماكسيلاري،
الماكسيلاري اللي حكينا عنه هو سكيلتال دنتال اس ان ام سيستم نيوروموسكولار تي ام جي. هذا اول قسم. القسم الثاني فيس، والفيس بيدخل في بقلب منه الساينوسز تاثيرها على الماكسيلاري، والتونج تأثيره على الماكسيلاري التونك، لذلك أنا فصلته عن بقية العضلات التونك وتأثيره، لأنه تأثير له تأثير خاص أكثر من بقية العضلات، مثل تأثير العين على الحجاج مثل ما حكيت لحتى تنمو، لذلك هذا له تأثير على فهمنا لتقويم اللساني. ليش التقويم اللساني؟ ضغطه من الداخل بيصف الأسنان بسهولة أكثر وبيعطيها شكل أجمل، لأن اللسان ضغطه من جوا. ما قلنا أنه العضلة الماضغة هي اللي عم بتشد الأسنان لبرا، نحن قلنا اللسان هو اللي عم يبني ويشكل قبة الحنك واصطفاف الأسنان من جوا. العين هي اللي عم تبني الحجاج من جوا، ما عم نشد الحجاج من برا لحتى يكبر الحجاج، ما عم نشد الجمجمة من برا لتكبر الجمجمة. الدماغ من جوا عم يكبر ويضغط على عظام الجمجمة لحتى تنمو وتتباع بعد الدروس، لحتى يرجع يتنشط عملية الأوستيوبلاست والأوستيوكلاس والتوضع العظمي لتسكير الدرس السوتشرز. فبناء على هذا الموضوع مثل ما قلنا في عنا الساينوسز، في عنا التونج، وفي عنا الفارنك النسج الرخوي خلف اللسان. فمثل منا طبعا الساينوسز وعلاقتها مع النوز، والعين كمجاورة كعضو مجاور، والإير الأذن قناة نفير أستاش وعلاقتها مع الحنجرة. لذلك هي النسج، هي البنى المجاورة كمان إلى تأثيراتها مع مشاكل الأسنان. يعني ضرس الراحة الثالثة ممكن ألمه يؤدي للأذن، المشكلة اللي عندنا بالناب ممكن توصل للعين، يوصل أذاها للعين. والمشاكل الجذور الأسنان كاملة تأثر على الجيب الفكي وعلى الأنف. فإذا معناتها هي البنى الوجهية وتداخلها مع الماكسيلاريز، مع الفك العلوي والسفلي والبنية الفكية السنية. فإذا هي نقطة من النقط، إذا ماكسيلاري، بعدين فيس، بعدين هيد اند بادي، لأنه مؤشر توازن الجسم كاملا. يعني إذا ما بيتوازن الإطباق بحياتك ما حتوقف متوازن وأنت مرتاح، بحياتك ما حتحس براحة تامة بجسدك، بحياتك ما حتتمشي وانت بدون ما تتطلع وتعتمد على البصر والاذن، راح تمشي بشكل مختل توازنه. ليش؟ لانه هذا له تأثير بالتمفصل مع عظام الرقبة، مع عظام الجمجمة، مع توازن الاكتاف انه يكونوا بمستوى واحد، مع توازن الحوض بمستوى واحد، مع توازن الاقدام بمستوى واحد. فهذه كلياتها بتتبع بعضها. إذا حكينا هاي النقطة الثالثة، هدول الثلاثة التانيين الماكسيلاري، فيس، وهيد أند بادي. الفيس قلنا ساينوسز وتونغ وفرنك. بالنسبة لنا قلنا نوز، آيز، وإيرز. قلنا نحن سكيلتال دنتال مع اس ان ام وتي ام جي، وقلنا بريفنتيف، انترسبتيف، اورثودونتيك، وقلنا الاورثودونتيك عندنا اورثوبيديك، اورثودونتيك، اورثوجناتيك. هلا بنيجي بقى لهدول، هاد خلينا نقول اول اهرامات تقويميه جديده. هلا لندخل على اهرامات تقويميه جديده ثانيه والاخيره، واللي فيها العمق الأفكار المتعمقة اللي مثل ما قلت لكم لها علاقة بمفاتيح الإطباق تبع أندروس. أول نقطة واللي أكتر شيء يمكن ما بتخطر ببال أي طبيب تقويم أسنان بمعالجاته، الديسكريبنسي دينتو دينتال، دي دي دي، ديزارموني دينتو دينتال، ديسكريبنسي دينتو دينتال، تحليل بولتون الكامل والجزئي، الأوفر أول والبارشل. تحليل بولتون مهم جدا يا جماعة. ليش؟ لأنه تحليل بولتون، أنا إذا كان عندي 40 ميلي العرض الأنسي الوحشي للأسنان الأمامية السفلية، الأسنان السفلية، فبكل بساطة بقلكم العلوية لازم تكون 44. هذا الأيدل بيزيد وبينقص، في له رينج كمان مقبول، لكن خارجه بيصير غير مقبول. ليش هذا الكلام؟ زيادة 2 ميلي، زيادة 2 ميلي من الأمام تعطيني الأوفر جيت، و 2 ميلي من الخلف تعطيني الكلاس 1 مولر بس. فإذا كان 40، إذا عندي 2 ميلي 2 ميلي 4 ميلي، معناتها قدي الحد معي أنا عندي يكون. أنا قلت بالنسبة للأمام معي حد 2 لل 3 ميلي، ومن الكلاس 1 عندي 2 لل 3 ميلي خلينا نقول، فعندي مجال 2 ميلي زيادة. فإذا معناها أنا
2 ميلي زيادة 2 ميلي ناقص عن ال 44. فإذا كان عندي 40 ميلي السفلي فلازم يكون العلوي 44 زائد ناقص 2، يعني هو ما بين 42 46 ميلي العلوي. هذا هو تحليل بولتون، هذا هو تحليل بولتون. طيب شو يعني هذا الشيء؟ هذا الشيء يعني بالنسبة لي تحليل بولتون شو يعني لي؟ يعني لي 3 دايمنشن على فكرة، يعني لي 3 دايمنشن. أنا بالنسبة لي إذا كنت عندي فراغات بالعلوي وعم رجعها وما عم تسكر هاي الفراغات، سببها هو بولتون، سببها بولتون. ليش؟ لأنه أنا بالنسبة لي في عندي سحل لازم ساويه بالسفلي ما ساويته، وبناء عليه ضلت عندي الفراغات. إذا بساوي هذا السحل رح ترجع الأسنان اللي تحت لورا، وبالتالي الانسايزل اتش رح يصير في مسافة بينه للسفلية مع العلوية، وبالتالي حتتوفر المسافة لأني رجع. في حال كان بولتون طبيعي معناته عندي مشكلة بالفيرتيكال دايمنشن، لأنه بولتون عم يحلل لي ترانسفيرسال دايمنشن. فإذا عندي بقي شو؟ بقي عندي الفيرتيكال دايمنشن بعلاقته مع السجيتال. أنا لما عم رجع أنا عم حل السجيتال، فإذا عندي مشكلة بالفيرتيكال ما حتنحل معي السجيتال. إذا معناته عندي انخفاض بالبعد العمودي أنا ما اطلعت عليه وقت اللي كنت عم ببني خطة العلاج بالدياجنوستيك، ما حطيته بخطة العلاج، فلازم أعمل رفع عضة أمامي لترتفع العضة لحتى تتوفر مسافة اقدر رجع الأسنان الأمامية العلوية. إذا لاحظوا معي إنه بولتون بيهتم بالثري دايمنشن، بالترانسفيرسال مع السجيتال والفيرتيكال مع السجيتال. فإذا بولتون طبيعي معناته عندي مشكلة بالبعد العمودي حتى ما عم تتسكر المسافات. وإذا كان، وطبعا هذا حشوفه أنا، حقول له سكر المريض حلاقي إنه أسنان السفلية الأمامية عم تطبق على الأسنان الأمامية العلوية، ما في مسافة لحتى أقدر رجع الأمامية العلوية، بدي رجع أكثر حتى أقلب حد لحد. بهالحالة أنا واحدة من التنتين، إما إنه عندي مشكلة بولتون لازم أعمل سكيبينج باللور، أو إنه أنا بالنسبة لي إذا طلعت لحلاقي العضة عميقة، إذا رفعت العضة شوي حيصير في عندي مسافة. أنا هون مثلا هلأ هيك عم سكر، رفعت العضة صار في عندي مسافة، فصار فيني إني رجع الأمامية العلوية. إذا فبولتون بالنسبة لي يعني مسألة مهمة جدا، أعطاني 3 دايمنشن بالعلاج، هي أول نقطة. ثاني نقطة أعطاني 3 مفاتيح للإطباق، أعطاني 3 مفاتيح للإطباق من مفاتيح أندروز. شو هي؟ مثل ما قلنا بناء على بولتون، إذا كان بولتون صح فبيعطيني أوفرجيت صح وكلاس أنجل صح. فأول مفتاح هو كلاس أنجل اللي معروف، هو أول مفتاح من مفاتيح أندروز الكلاسيفيكيشن أنجل. ضبطت بولتون صح، إذا ضبطت كلاسيفيكيشن أنجل صح، ضبطت أول مفتاح من مفاتيح أندروز. تاني نقطة، لما بيكون أنت عندك مبني بولتون صح من عند الانسايزل ايدج لعند الراحة الأولى، معناتها أنت ضبطت قوسس بي، إذا كيرفس بي ضبطته، وهذا تاني مفتاح من مفاتيح أندروز. ثالث نقطة، لما أنا بضبط بولتون يعني أنا ضبطت كل شيء في عندي اصطفاف للأسنان، سواء كانت في فراغات بتحتاج كراونينج أو بتحتاج ستريبينج لحتى ترص الأسنان بشكل صحيح، فأنا ضبطت الكونتاكت بوينت وهي الثالث مفتاح من مفاتيح أندروس. إذا عندي 3 مفاتيح من مفاتيح أندروس، وكلياتها حتأمن لي انسجام الأسنان مع القاعدة، مع السكلتال، مع السكلت، مع القاعدة العظمية، مع المكسيلري. فأنا هون عم بضبط الحالة خلينا نقول السكلتال للحالة تبعي. شو يعني إني أنا أضبط الحالة السكلتال؟ معناتها أنا بولتون إذا كانت عندي حالة جراحية وعندي الفك صغير كتير، شو معناتها؟ معناتها عندي خلل بولتون حقيقي لا شك. انحراف بولتون، انحراف الخط المتوسط أكثر من 4 ميلي بناء على الكلام اللي أنا حكيته، رح يطور عندي فكرة أنه أنا هل الانحراف الأسيمتري بينحل دينتال ولا سكيلتال؟ هل هو فونكشنال ولا دينتال ولا سكيلتال؟ إذا فونكشنال بنعرف شو علاجه، إذا كان دينتال بنعرف شو علاجه، إذا كان سكيلتال بنعرف شو علاجه. إذا لاحظنا، إذا معناتها تحليل بولتون مهم جدا لإلنا، ونحن كتير كتير يعني ما أتصور إنه قليل جدا اللي بمرحلة العلاج بيحسب بولتون وبيشوف هل عنده حاجة لبولتون، إنه في انسجام بين الأسنان العلوية والسفلية. حتى لو كان رينج وحيز كبير من المرضى عندك بولتون عندهم طبيعي، لكن لازم تنتبه لبولتون. هاي النقطة.
تاني نقطة طبعا هون كنا عم نحكي سكيلتال. تاني نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا الدي دي ام، وهي النقطة اللي كل الأطباء بتكون شاغلة الحيز الأكبر من تفكيرهم. الدي دي ام الديسكريبنسي دينتو ماكسيلاري أو الديزارموني دينتو ماكسيلاري، يعني بما معناه العجز السني القاعدي. بحسب حجوم الأسنان وحجم القاعدة وبقيس قد العجز عندي، يا أقل من 7 ميلي أكثر من 7 ميلي، أنا بدي أخلع ما بدي أخلع، هاي النقطة. وعندي 5 ميلي بدي أخلع راحة ثالثة، 7 ميلي بدي أخلع ضاحك، ضاحك أول ولا ثاني، كلاس 1 ولا كلاس 2، أقل من 3 ميلي 3 ميلي أو أقل ستريبينج، إذا 5 ميلي أو أقل ستريبينج على كل الأسنان 5 تو 5 أو 3 تو 3 أو اكستراكشن ثيرد مولر ويزدم أو خلع الضاحك أول ضاحك ثاني. إذا بدي استخدم جهاز دايمون أو انفيزلاين 10 ميلي بخلع بعدين، إذا 16 ميلي بخلع راحة أولى، إذا الجيد لاين المعروف للاكستراكشن. طيب حسب ميريفيلد، حسب اي جيد لاين نحن بنتبعه بالتريتمنت بلان. فهذا اللي بيشغل تفكيرنا واللي نحن بدنا نعرفه. وانا عندي بروتروجن، عندي كراوندينج، البروفايل مزبوط ولا مزبوط، الفيرتيكال دايمنشن، ترانسفيرسال دايمنشن اللي حكينا عنه من قبل شوي، هي كلياتها انا بتشغلني، وهي كلياتها اغلبها مشاكل دنتالي، اغلبها مشاكل دنتالي. ما حتت يعني، ما انا لما بدي اخلع اكيد معناتها ما عندي لا مشكله وظيفيه ولا عندي مشكله سكيليتال، انا عندي مشكله بحجوم الاسنان وعم بتداخل عليها تطور التداخل غير طبيعي، اني نقص عدد الاسنان لتصير حجومها متناسبه مع حجم الفك. يعني ما عملت التعويض لا بجراحه مثلا، ولا عملت التعويض من خلال جهاز فانكشنال لتعويض النمو اذا كنا اندر جروث بطور النمو. طيب اذا هي نحن هلا خلصنا تاني نقطة. ثالث نقطة بقى لسه باقي عندنا ثلاث مفاتيح للاطباق. اول ثلاث مفاتيح للاطباق حكينا عنهم، بقي ثلاث مفاتيح تانية للاطباق لسه ما حكينا عنهم، اللي هن شو؟ حنذكرهم: انجوليشن، انكلينيشن، ان اوت بس، والروتيشن سوري، يعني الان اوت روتيشن. وهي خلينا نسميها مورفولوجيك، يعني اكثر شيء بيهمنا بالنواحي الشكليه. انا في النهايه حتعطيني السمايل لاين وحتعطيني الاستناد للنسج الرخوه الخارج فمويه لحتى تعطيني منظر الابتسامه الجميل والبروفايل الجميل والخطوط الجماليه الجميله، سواء خط ريكتس او هولداوي او ستاينر او ميريفيلد زاويه ميريفيلد، الاس لاين والانجل زد والاتش لاين والخطوط كلياتها. فانا بالنسبه لي هلا هون، اذا لاحظ معي تفكير، او خلينا نقول طبيب تقويم الاسنان 100% تفكيره هو وين؟ تفكيره هو البرين تبعي، انا عم يفكر تريتمنت بلان وبايوميكانيك وانكوريج. اوكي، حتى انا كتير في ضعف بيكون بمساله الانكوريج، والانكوريج انا مثلا مينيموم ولا مودريت ولا ماكسيموم ولا ابسولوتلي ميني سكرو، شغله تفكيرنا كتير. بعدين البايوميكانيك، البايوميكانيك اللي بدي اشتغل عليه، وقبل كل شيء التريتمنت بلان اللي بدي احطه بناء عليه خطه البايوميكانيك اللي حاشتغل عليه. فلاحظ معي انا نقطه، تفكير طبيب تقويم الاسنان بينحصر بوين؟ بالدي دي ام، واللي بينحصر فيها بالتريتمنت بلان. اتطور شوي بيمشي بالبايوميكانيك، اتطور شوي بيتعمق بالانكوريج. وبالمقابل الثلاث نقط هدول الضخمين والكبار والمهمين جدا ما حكوا ولا عن ولا مفتاح من مفاتيح اندروز الستة، ولا مفتاح من مفاتيح اندروز الستة. فلذلك انا بناء عليه طبعا انا طبيب تقويم الاسنان وظيفته ضخمة جدا. هذه النقطة مو بس يصف الأسنان، هو معالجة المركب الفكي وانسجامه مع الفيس ومع الجسم، هي نحن هلأ نقطة لسه كنا عم نحكي عنه. تاني شغلة، في وظيفة كتير خلينا نقول هي صغيرة مقارنة بالبقايا، لكن هي أساس البداية اللي نحن بدنا نبلش فيه واللي بناء عليها مفاتيح الأطباق. مفاتيح الأطباق تعني تنضيد الأسنان، تعني تنضيد الأسنان. يعني أنا كطبيب تقويم إذا اهتميت بكل المسائل بدون ما اهتم بتنضيد الأسنان، فأنا عمليا ما حققت وظيفتي
كمقوم بشكل كامل، مع اني اهتميت بال 90% من تقويم الاسنان وال 10%، لان هي ال 10% هي الاساسيه بالنهايه، هي الاساس اللي بتستند وبتبدا منه، وهي النهايه اللي بدنا نوصل لها بالنهايه هي الاصطفاف. يعني يا ترى قد ايه ميلان السنيه، قد ايه ميلان الرباعيه، قد ايه الانجوليشن تبعهم، هدول كلياتهم نحن يا ترى هل عم متخيلينهم وبتصورنا، سواء كميلان السن او الميلان الموجود بالبركت المركبه على السن؟ هون هذا الكلام اللي انا بدي اوصل لإله، الزبده اللي هو كانت الزبده هلا نحن. اذا معناها مفاتيح الاطباق عموما كلياتها بالتريتمنت بلان والبايوميكانيك والانكوريج، ما في عنا حديث عن مفاتيح الاطباق. حتى لو مفاتيح الاطباق تعتبر بسيطه، لكن مو جهاز التقويم هو اللي بده يحدد لي اياها، لانه جهاز مسبق الصنع من الشركه ومن المصنع جاهز راح يطلع لي مفاتيح الاطباق. لا، انا كدكتور بدي اطلع مفاتيح الاطباق. لما بهتم بمفاتيح الاطباق من البدايه، الفينيشينج في النهايه حيكون عندي بسيط. لكن لما ما بهتم بمفاتيح الاطباق من البدايه، المشكله عندي حتتراكم كل مفاتيح الاطباق عندي في النهايه، وبناء عليها عم يكون الفينيشينج صعب. وبيقولوا لي دكتور طيب انا عندي في ما في تطابق بين ضواحك، انت وصلت للحاله في النهايه ما في تطابق، شلون بدي اضبط الكلاس 1؟ هون في عندي مسافه بالرباعيه، هون هي مايله، هي طالعه. ليش؟ لانه انا مسكت التريتمنت بلان، مسكت البيوميكانيك، مسكت الانكوريج ومشيت فيه من مراحل العلاج من بدايتها، وكل شيء تراكمات بمفاتيح الاطباق من المرحله الاولى اللي هي ليفلينج الاينمنت رميتها للفينيشينج، المرحله الاكتيف اللي هي كلوزنج اوبننج سبيس، هذا كلام حسب ستريت واير ابلينس اس دبليو اي، ثلاث مراحل، الاولى ليفلينج الاينمنت، الثانيه هي كلوزنج اوبننج سبيس، والثالثه اللي هي الفينيشينج. طيب كل مرحله لازم تاخذ حقها. اذا انا رميت الوظائف تبع بعض الوظائف تبع المرحله الاولى للمرحلة الثالثة اللي هي من الليفنينج ألاينمنت للفينيشينج، والمرحلة الأكتيف رميت كمان مجموعة من الوظائف، صار في عندي تايبينج أثناء الترانسليشن كمان ما اهتميت فيه ورميته للفينيشينج، بالآخر الفينيشينج حيصير فيه تراكم ضخم جدا بدي حله، في حين انه بسطت الشغل على حالي بالليفنينج ألاينمنت بالكلوزنج اوبننج سبيس، اشتغلت على واير راوند وشديت وفتحت، وخلينا نقول من قلب الليفنينج ألاينمنت مباشره انا وسعت مسافات وسكرت مسافات، اوكي ما عندي مشكله. لكن هل كان بعين الاعتبار تفكيري بالمسائل الثانيه التايبينج والانجوليشن والترك والامور هي، ولا لا انا رميتها للفينيشينج؟ اذا كنت رميتها للفينيشينج فالفينيشينج كثير حيكون معقد عندي، وبالتالي الفينيشينج حيكون كثير فيه شغل. لاحظتوا معي شو النقطه؟ فلذلك يعني مفاتيح الاطباق كلياتها مهمه، حتلاقيها متراكمه كلياتها بالفينيشينج، مع انه حقيقه مو هيك. طيب اذا معناها خلينا نشوف هلا قبل كل شيء، اذا ثالث بند عندي يا مهم بعد الدي دي دي اللي حكينا الدي دي دي بولتون والدي دي ام، ثالث نقطه هي السيفالو ميتريك اللاترال. هي النقطه المهمه واللي كثير عندنا بيكون في عندهم خلينا نقول صعوبه بتخيل وفهم السيفالو ميتريك لاترال. الزوايا لازم تكون مخزنه براسنا، ومن اهم الزوايا يلي هي ما بتكون موجوده بالعموم عموما بالتحاليل التورك. وانا شرحت لكم التورك اللي هو المماس السطح الدهليزي بزاويته مع العمود على الاطباق، وبقدر اني طلعه بصوره الاشعه لحتى اتخيله اكثر. خليني اشتغل عليه. ليش؟ لانه مثل ما اعطيتكم اخر نقطه بدي اقولها هلا، السيستم اورثودونتيك، ما في شيء اسمه اورثودونتيك ابلينس، في شيء اسمه سيستم اورثو، سيستم اورثودونتيك سيستم، اللي هو بيتالف من براكت وواير وبوزيشن للبراكت. هدول الثلاثه رح يتحكموا عندي بكل شيء بيتعلق بالتورك، بالانجوليشن، بالان اوت، بالاوفر جيت، بالاوفر بايت. اوكي، فبناء على هذا الموضوع حيتشكل عندي الانجوليشن والانكلينيشن والروتيشن، اللي هي الثلاث مفاتيح الاطباقيه الاخيره لاندروس. اذا ثلاث مفاتيح اندروس بالسيفالو، السيفالوميتريك ممكن تكون كثير مفيده ومعينه، وثلاث مفاتيح ثانيه هي ببولتون. اذا ركزوا تفكيركم، نحن في عنا اذا معناها ثلاث شغلات. اول شيء هي دراسه الدي دي ام، ودراسه السيفالو، ودراسه بولتون. نحن عمليا اغلب المعالجات عم تنبنى على دراسه الدي دي ام،
وعم تغفل الدي دي دي بولتون، وما عم يكون فيها قوة بدراسة السيفالومتريك بعمق أكثر. فهدول خلينا نكملهم مع بعض، دراسة السيفالو مهمة مع دراسة الدي دي ام اللي هو المثال الجبسي مع دراسة الدي دي دي. وطبعا الدي دي دي حقيقة هذا ممكن انك تتخيله اكثر بالصور الفوتوغرافيك، وهون اهمية الصورة، الصورة كمان التصوير مهم جدا. اذا معناها هلا نحن مفاتيح الاطباق هدول الستة اللي هن كلاسيفيكيشن انجل كيرف سبي والكونتاكت بوينت والانجوليشن والانكلينيشن والروتيشن، خلينا نوصل بقى لآخر نقطتين مهمين وحقيقة هن عمق ومغزى كل كلامي الليلة، اللي هن التورك والانجوليشن. حدا بباله نحن بالنسبة لنا انهائنا بتقويم الأسنان بيكون حسب قيم مين؟ أنا ذكرتها عدة مرات، الإنهاء في النهاية نحن ذكرنا هلأ شو قلنا، مفاتيح الإطباق الستة. يعني نحن لما بنخلص حالة تقويمية أو حالة تعويضية حتى بنخلصها نهاية صحيحة، بتكون مفاتيح المفروض مفاتيح الإطباق الستة تكون محققة. إذا بناء عليها، إذا القيم النهائية للأنجليشن والأنكلينيشن المفروض هي قيم أندروس النهائية. طيب يا دكتور نحن بنستخدم براكت روز، بنستخدم باكت براكت ام بي تي، طيب شلون يعني معناتها بدها تعطيني اندروز؟ انا عم احط تورك 17، كيف بدها تعطيني تورك 7؟ هذا الشيء بناء على نقطتين مهمين، الكليرنس تبع التورك اللي ضافها روز، لانه اذا انا بطبق قيم اندروز بالبراكت ما حوصل لقيم اندروز لانه في عندي كليرنس، فضفنا قيم الكليرنس. هذا الشيء اللي عمله روز، ضاف قيم الكليرنس لحتى اوصل لقيم روز، يعني انا بال 12 درجه تورك بوصل للسبع درجات تبع اندروز. طيب وال 17 طيب تبع الام بي تي، هذا تعويض للبيوميكانيك، لانه انا الكليرنس اوكي وصلت لل 12، لكن انا اثناء عمليه الجر للاسنان العلويه عم جرها للخلف رح يصير في عندي تايبينج، هذا التايبينج رح يميلها شوي للداخل لللساني للحنكي، وبالتالي بدي اعوضه سواء بالتراكشن انتر ماكسيلري كلاس 2 بالنسبه للسفلي، وسواء بالنسبه للريتراكشن كناين والاسنان العلويه للعلوي، فبدي اعطي قيمه اضافيه اللي هي 5 درجات اضافيه، يعني بدل 7 درجات لاندروس اعطيت 5 درجات اضافيه لروث للكليرنس، وبعدين عطيت 5 درجات إضافية للبيوميكانيك، فوصلت لل 17 على السنية لحتى أوصل في النهاية للسبع درجات اللي هي تبع أندروس. بناء على هذا الكلام راح أقول لكم شغلة بكل بساطة، ركزوا معي على نقطة، أنا انسألت هلأ قالوا لي أنه بركب براكت مقلوبة، طبعا بركب براكت مقلوبة، لكن كيف؟ أنا في عندي رينج، الرينج هذا بيعتمد على شو انا عم بشتغل، اوكي؟ انا بالنسبه لي خليني احفظ قيم اندروز، هي نصيحتي، احفظوا قيم اندروز يا جماعه، بالذات بالنسبه للتورك، وبالذات بالنسبه للاسنان العلويه والاسنان السفليه، حتى خلينا نقول على اقل تقدير لحد الناب، وهي بسيطه، 7 درجات بوزيتيف للسنيه، و3 درجات بوزيتيف لللاترال. هدول الوحيدين اللي هن بوزيتيف من كل الأسنان، بعدين ناقص 7 ناقص 7 ناقص 7 بعدين ناقص 9 ناقص 9 بس، هي بالنسبة للفك العلوي. بالنسبة للفك السفلي ناقص 1 ناقص 1 بعدين ناقص 11 بعدين بنمشي للضواحك والأرحى. إذا أنا بس بيهتموا بهي، فأنا لحتى حقق السبع درجات للسنية عطيت زائد 12، ولحق لتحقق الثلاث درجات لللاترال اعطيت زائد 8، ونفس الشيء بالنسبه لهون نفس الطريقه، لحتى احقق الناقص 12 اعطيت ناقص 6 للناب السفلي، فانا عندي زائد 7 ناقص 7 0 ثلاث انواع حسب نوع القوس السنيه اللي بدي احققها بالام بي تي، فعندي زائد 7 ناقص 7 0، او بالسفلي عندي زائد 6 ناقص 6 0 واللي هو فرق 5 درجات عن ناقص 11 لحتى اوصل لها، تمام؟ فإذا معناها نحن هي الطريقة والميكانيزم اللي أنا بدي أفكر فيه، فهذا ميلان الأسنان، أنا لما بدي انتبه أنا كيف عم بنهي الأسنان بنتبه بهالطريقة. طيب أنا بالنهاية هل قيم أندروز هي قيم حدية؟ ما في شيء حدي أبدا، لأنه في عندي حالات ممكن يكون هي حالات سكريتال بتتعالج بالسيرجيكال، بس أنا بدي أحاول أعوض
بحيث اعطي قيم مقبوله طالما في عندي امكانيه اني احلها اورثودونتيك ما اني اضطر للسيرجيكال. فشو الحد عن الحد اللي عندي؟ عندي حد 5 درجات تعين عندي انا، بقدر بعرف اني كيف انا هي الحاله لا حكما هي سيرجيكال ولا لا. حنناقشها طبعا بموضوع تاني اللي هو الانفلوب اوف ديسكريبنسي، صندوق العجز، حنحكي عنه بعدين. وهداك بالمسافه بالمليمتر، هذا بالدرجات. أنا لما بيكون في عندي 7 درجات بالنسبة للثانية، دايما التصحيح السيفالومتريكي بيحط بعين الاعتبار زائد ناقص 5 درجات. حتى بالنسبة للثانية السفلية فهي 90 زائد ناقص 5، فبما معناه قيمة أندروس بالنسبة للعلوي هي زائد 7 زائد ناقص 5، يعني هي 12 للاثنين. 12 للاثنين هذا الرينج المقبول لمحور الثانية. بالنسبة للرباعية هي 3 الوسطي زائد ناقص 5، فهي عبارة عن 8 ناقص 2، يعني ممكن تقلب نيجاتيف. الرباعية ممكن تقلب نيجاتيف، بالحدود الدنيا تصير ناقص 2 ناقص 3 تجاوزا سيدي، إذا كنا عم نطبق البراكت ام بي تي. أوكي طيب، فبناء على هذا الموضوع أنا عمليا اتحدد عندي القيمة اللي أنا بدي أشتغل عليها، اللي أتخيل عليها محور الثانية والرباعية، وبناء عليها حدد الرينج اللي أنا ممكن أشتغل عليه. فأنا إذا سألت هلأ بقدر ركب براكت مقلوبة لللاترال؟ إيه بقدر ركب براكت مقلوبة لللاترال. ليش؟ لأنه حتضل ضمن الرينج اللي أنا هلأ حكيت عنه. إذا كانت هي لنفترض إنه مثل ما قلنا نحن إنه هي الثلاثة اللاترال، الثلاثة حسب أندروز، فحسب روث فهي 8، حسب الـ MBT هي 13 زائد 13، إذا قلبتها حتصير ناقص 13 ناقص 13. طبعا أنا الناقص 13 هلأ بقى هي بالنسبة لي بدي أعرف شو القيمة اللي حأوصلها. حأوصلها للناقص 3، لأني أنا الـ MBT فيه 5 درجات بايوميكانيك وفيه 5 درجات كليرنس، فناقص 10 درجات. هذا لو استخدمت أكبر سلك، لو استخدمت أكبر سلك فأنا بوصل للناقص 3، إذا ضمن الحدود الطبيعية. فأنا ما بخاف على حالي من جذر الرباعية حيطلع، أنا خلص أوكي مطمن تمام. وفينه يكون لسه أخفض من هيك، وبناء عليه قلت أنا حددت لكم فكرة ومصطلح اسمه هاي واير سيكشن. كلاس 1 هو 1622 ستانلس ستيل للسلوت 18، 1725 بالنسبة للسلوت 18 للكلاس 2 وكلاس 3. كلاس 2 على الفك العلوي، كلاس 3 على الفك السفلي، حكينا عنها. قلت لكم انه 1925 على السلوت 22 للكلاس 1 و2125 للسلوت 22 في حاله كان كلاس 2 للابر او كلاس 3 للور. ودائما نحن بدنا نهتم بكل هالتفاصيل الجزئيه. بالنهايه رح تلاقي انك انت عم تتخيل الثانيه اعطيتها 7 درجات واعطيت الرباعيه 3 درجات زائد ناقص 5 درجات، الناب زائد 7 اذا القوس عريض، ناقص 7 اذا القوس ضيق، صفر إذا كان معتدل، ناقص 7 بالنسبة للبريمولرز، ناقص 9 بالنسبة للفيرست مولر والسكند مولر، هذا كله بالنسبة للأبر، ناقص 1 بالنسبة للثانية السفلية. لاحظوا معي عند روس ضلت ناقص 1، ليش؟ لأنه سطح الثانية السفلية مسطح أكثر، أقل تحدب، بينما زاد 5 درجات بالإم بي تي صار ناقص 6. بالنسبة للسفلية للناب السفلي هو ناقص 11، وعلى الام بي تي هو ناقص 6، ناقص 6 0 زائد 6. هدول المبادئ الأساسية، وبعدين تنتقلوا للقيم الكبيرة للضواحك السفلية والأرحاء السفلية. الله يعطيكم ألف عافية وربي يسعد مساكم، إن شاء الله تكون الأمسية يعني كانت قيمة وتكون هيك كانت غنية بالمعلومات، وتكونوا عن جد انبسطتوا فيها وتكون فيها فائدة. إن شاء الله لقاءنا بدي يتجدد مع لايفات جديدة إن شاء الله قادمة، وتكون كلياتها موضوعات إضافية جديدة ما تكون فيها غير متكررة إن شاء الله، بكل فائدة جديدة ونوعية بإذن الله تعالى. وتصبحوا على خير، باي، تشاو.